مثلتنا الشعبيه يقول لك فلان اعتهله لا تقرا لا تكتب، جهله اميه، وهذا دلاله على هول الضربه هذيك. واحنا في تونس عندنا 2 مليون انسان امي لا يقرا ولا يكتب، وهذا قمه الهول وقمه الفزع. احنا توا على مشارف 2020 بعد الميلاد، والرقم نتاع 2 ملايين يكشف كل الكذب والزيف اللي عشناه توا اكثر من 60 عام من نشر المدارس وغيره وغيره وغيره، على خاطر 19.1% نسبة الأمية في تونس، وهي بيدها نسبة الأمية في الوطن العربي اللي في الطليعة تتصدرها موريتانيا بلد المليون شاعر ب 47% من الشعب متاعهم أمي. من بعد اسمعوا للبلدان، معناها اليمن 30%، المغرب 28%، السودان 24%، والعراق 20.3%، واحنا نجيو معناها 19.1%. ما تشوف بلدان اخرى تستغرب، السعودية والكويت وغيرها الناس تحوس في 3-2% 1.5%، معناها تقريبا قضاو على الأمية البلدان هذيك اللي احنا ديما نتصور ونتخيله اللي احنا متفوقين عليهم في المجال الثقافي والعلمي والأدبي، لكن هم هربوا بينا. حتى في جودة التعليم نلقاوهم في المراتب الرابعة والخامسة والثالثة عالمي، بلاد كما قطر ثانية عالميا في جودة التعليم. إذن شنو اللي خلى هالبلدان هذه اللي ذكرناها هي اللي طالعة في النسب، موريتانيا والمغرب وغيرها؟ ممكن زادة الوعورة متاع الأماكن هذيك وبعدها وتنميها، تنمي أطرافها كما موريتانيا ولا السودان ولا المغرب، جبال كبيرة والأخرى صحراء، ويعني بعيدة على مواطن العمران وين يتلقاو العلم وين يقراو. وممكن ايضا من عاداتهم انه المراه ما تمشيش تقرا، من خطر نسبه الارتفاع ديما عند المراه اكثر، وتنشوفوا النسبه في تونس قداش بالنسبه للمراه. لكن احنا في تونس علاش 19.1؟ الحقيقه في 2004 كنا 23%، لكن فما مجهود وقع وهبطنا النسبه ل 19.1. لعنا جبال اوراس، لعنا صحارى متراميه الاطراف، او مش نقول لكم الناس اللي تعيش في الصحراء اقل اميه في تونس على مشارف الصحراء نقولوا مش في الصحراء، على خاطر كي نشوفوا احنا في بالاقاليم اكبر نسبه اميه في اقليم الشمال والوسط الغربي، الشمال الغربي والوسط الغربي بنسبه 30%، فايتين معناها تقريبا ب 11% المعدل الوطني، مقابل مثلا 11.4% في اقليم تونس. بينما المدن الساحليه تقريبا الولايات الساحليه ما تفوتش حكايه 5-6%، معناها ما تفوتش برشا، وفما حتى ولايه 4% فقط في تونس. في عمق الجنوب التونسي يتفوق على الناس الكل، معناها بين 2.5 وكذلك 0.5%، يعني 0.5% و2، وهذا يهم 3 ولايات اساسا، توزر، قبلي، تطاوي. الولايات هذيا برافو عليها، ما فيهاش اميه، الناس الكل تقرا وتكتب، والنسبة نتاعهم من 0.5-2% أكاهو، وهذا تتويج الحقيقة كبير ياسر، وهذا مش غريب عليهم لأن المناطق هذه أكثر شعراء تونس خارجة منها، الأدباء القضاة قبل والفقهاء والعلماء خارجين من المناطق هذيك، يكونش زادة أعطاو قيمة كبيرة للعلم والتعلم والتعليم، وخرجت منها هالنسب الرائعة هذه حقيقة. باش ما نكونوش سوداويين كما قلت لكم، راهي الارقام تراجعت على 2004، لكن بالنسبه للجنس اكثر الاميه هي اناث ب 67.5%، يعني في النسبه نتاع 19.1% ارتفاع النسبه ذي مردوا الاناث اللي وصلوا 67.5%، وهذا فيه نوع من المتناقضات باعتبار ارتفاع النجاح في صفوف النساء في البكالوريا وفي الجامعات وغيرهم، وهذا يتفسر بسبب بسيط انه في المناطق الوعره خاصه الريفيه في اعماق الشمال الغربي والوسط الغربي ما تمشيش البنايه تقرا، خايفين عليها زاده من اخطار الطريق وبعد المدرسه كيلومترات على مكان السكن نتاعهم. المشكل في الاميه في تونس انه يمس اكثر الفئه النشيطه، الفئه النشيطه نقصد بها الناس اللي تخدم اللي اعمارها بين 20 و50 عام،
تبلغ نسبتهم 44%، والأمية تمثل لهم عائق للاندماج الاقتصادي والاجتماعي. راهو الأمية عندها دور كبير في إعاقة العجلة متاع الاقتصاد والتنمية، قد ما يكون العامل متكون وقاري قد ما يتنجم يتعامل أكثر مع الآلة ومع الأرض ومع غيره. يلزم مجهود كبير لمقاومة الأمية في تونس، ما يكفيش فقط تك البرنامج متاع الأمية، يلزم البرنامج هذا يدخل داخل المصانع وداخل أوساط الأراضي الفلاحية وداخل الأحياء الفقيرة، باش نجم نهبطوا النسبة ذي 10 و5% فقط.